السلام عليكم، نرجع معكم في الجزء الثالث من لمحاضرات هذا الأسبوع. في الجزء الثالث لمحاضرات هذا الأسبوع هنتكلم على الاستابيليتي من منظور البول لوكيشن الموجود عندي للسيستم. لو جيت اطلعت للبروتوتايب للسكند اوردر سيستم، البروتوتايب عادة بقول عندي الأوميجا ان سكويرد على اس سكويرد بلس 2 زيتا، يعني بعوض 2 زيتا اوميجا ان بلس اوميجا ان سكويرد. هذا التيبكال بروتوتايب للسكند اوردر سيستم اللي عندي اللي بتكلم عنه، هذا هو اللي بنتكلم عنه في هذا المجال. الان عندي الدامبنج ريشيو، هذه من الشغلات المهمة عندي، الناتشرال فريكوانسي، ولما نجيب بالروتس تبعاتي بدها تساوي ماينس زيتا اوميجا اس بلس اور ماينس جي اوميجا ان السكوير روت لل1 ماينس الزيتا سكوير، هذه بتعطيني اللوكيشن تبعت البول. هذه المعلومات اللي بنحكيها في عالم الكونتينيوس. طب في عالم الديسكريت كيف هذه؟ الان انا لما بدي اروح من كونتينيوس لديسكريت، زي ما حكينا قلنا الزي ايش بتساوي؟ بتساوي اي تو ذا اس تي، فهنا بدي اعوض، بدل يعني بدي اجيب زي واحد واثنين، هنا جبت الروت لاس واحد واثنين، فزي واحد اثنين ده تساوي e to the minus zeta omega n t plus or minus j omega n t square root لل 1 minus zeta square. الآن لما بدك زي ما حكيتنا نعمل comparison، هاي example عندي، هاي السيستم عندي k و k b واحد على j v في s، هاي ال k r، وهدول عندي لما بدي اجيب الترانسفير فانكشن على هذا الشكل، وزي ما حكينا عندي الكي بي بدي يساوي البوزيشن سنسور جين، والكي ار الريت سنسور جين، والكي الامبليفاير جين، والجي في المومنت اوف انيرشيا، لما نعوض فيهم بيعطيني الترانسفير فانكشن جي اوف اس على هذا الشكل، والبناء عليه الكلوز لوب ترانسفير فانكشن اعطتني اياها على شكل هذا. هذا اللي عندي اعطتني الكاركترستيك ايكويجن للسيستم، فالكاركترستيك ايكويجن للسيستم مثلت عندي بالشكل اللي هان بتساوي زيرو، ولما بدي اطلع عليها بقدر اقول هاي الناتشرال فريكوانسي وهاي الدامبنج ريشيو اللي عندي اللي هي بتعتمد على كي بشكل اساسي. Since the system is second order, the continuous system will always be stable if KB, KR, K, and JV all positive. اللي عندي. الآن لما بدي أروح للزي بدي أحول هذه من continuous لديسكريت، وبدي أخذ بالزيرو أوردر هولد زي ما حكينا للسيستم تبعي، وبحولها للزي في هذا المجال، فبتطلع عندي يعني الشكل اللي عندي على شكل ترانسفير فانكشن موجوده في الزي دومين، وعندي هنا هاي قيمه الفا والفا 1 والفا 0 اللي هي بدي اجيبهم الكاركترستيك ايكويشن اوف ذا كلوز سيستم، اللي هي عباره عن زي سكوير بلس الفا 1 زي بلس الفا 0، يعني سكند اوردر سيستم، وهي الفا 1 اللي هي ذا فانكشن اوف كي وكي بي وكي ار وجي في، والفا 0 ذا فانكشن اوف كي وكي بي وكي ار وجي في اللي عندي. الان لما بدي افحص باستخدام الجوري تيست بلاحظ انه هذا الفيرست كونديشن ساتسفايد، السكند كونديشن always satisfied، وهي الثيرد كونديشن اللي هو بده فحص. تشوز اف كي اند تي من الشغلات المهمة في السيستم اللي عندي. هذا عندي بتمثل لي هذا عمود اللي باستخدام للكي، وهذا العمود بيعطيني استخدام للتي. هاي عندي قيمتين الان، تو كيرف، الكيرف الاول اللي عندي اخذتها لما كي بتساوي 25 والكي والتي بتساوي 0.8، الكيرف الثاني اخذت لما كي بتساوي 5 والتي بتساوي 0.2. ايش بلاحظ هاد؟ بلاحظ الريسبونس تبع السيستم حيختلف عندي، والاستابيليتي تبعت السيستم حتختلف. فانا في الاول في الاخر ايش بسوي؟ want a comparative large t such as 0.2 the gain k is limited by range k is less than 5. Similarly اللي بتطلع عليه، يعني لو انا اخذت التي كبيرة ايش بلاحظ عندي؟
الكي الرينج تبع كي بده يصغر، يعني هاي المنطقة الستيبل. كل ما صغرت قيمة التي كل ما الرينج تبع كي زاد عندي، فأنا إذا بدي رينج أكبر لكي بدي أصغر قيمة تي، فأنا بدي أشوف إيش السوتابل عندي. لما تي صارت 0.08 or even less، الكي تبع الرينج تبعي صار عندي تقريبا 25. طيب لما اجي اطلع عندي هنا، حطلع الريسبونس للسيستم في الكونتينيوس. لما عندي البول هاي اللوكيشن تبعه ايش بلاحظها؟ السيستم از ستيبل، يعني الريسبونس تبع هذا البول والدايجرام جوز تو زيرو از تايم جوز تو انفينيتي. الان حسب المواقع اللي عندي حيتغير الموجود عندي. هاي السامبلينج اس الاوميجا سامبلينج على 2، هنا السامبل الاوميجا اس عندي هاي الرينج تبعي اللي هي الاوميجا اس بتمثل بتعطيني الرينج للهايست فريكوانسي، فانا بدي في السيستم. هاي الفولد اللي عندي اللي انا بطلع عليه اللي هو بيعطيني السكوب اللي عندي، فانا كل اللي عندي حيكون ودن الموجود عندي لو انا اخترت بين الاوميجا اس والماينس اوميجا اس القيم تبعاتي. هلاحظ كل القيم الاصل تطلع عندي جو انسايد الفولد الموجود عندي هذا. الان لو كان موقع البول موجود عندي هان في الرايت هاف بلين اللي عندي هان اقل من واحد، الريسبونس تبعه ايش بلاحظ؟ هاي ديكينج اللي عندي. لو كان هذا لو كان سمبل، يعني موجود على الزيرو لاين اللي عندي الموجود على الريل لاين. لو هذا عندي كومبلكس بول ايش بلاحظ عندي؟ حياخد عندي يروح بوزيتيف ونيجاتيف الموجود عندي. هذا نضل ايش كلهيته بوزيتيف بوزيتيف، بعدين بروح نيجاتيف يعني ساينوسويدال الديكينج اللي عندي موجود. لو كان على الايماجينري موجود هان ايش بلاحظ؟ هان القيمة بتضلها ثابتة اللي عندي، يعني الفولد اللي عندي هان القيمة الماكسيمم هاي ثابتة. ايش بسوي لي؟ بروح على السايكل وبعمل لي السنسويدل، بس لا بتزيد القيمة ولا بتنقص، بتضلها اوسيلاتوري او بتضل يعني يعمل اوسيليشن عندي. الآن لما جيت هنا اوتسايد ايش اللي لاحظت؟ انه هذه will grow up. الآن عادة لما نتكلم لو كان عندي في الليفت هاف حيصير عندي حاجة بسميها الرينجينج، يعني ايش؟ مثلا لو كان في محل هذه البول هان، هلاحظ هذه هتكون بوزيتيف اللي بعدها ايش؟ نيجاتيف، اللي بعدها بوزيتيف اللي بعدها نيجاتيف، حتى وين ايش؟ از ديكينج هتضلها رايحة من بوزيتيف لنيجاتيف. نفس الشيء هنا في الكومبلكس، الكومبلكس هتلاحظ هذه نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، فايش هتعطيني زي فولد بس ايش رايحة من بوزيتيف لنيجاتيف، يعني كل سامبل هتعمل سويتش. الآن لو كانت على الشقة هذه برا هلاحظ انها will blow up زي ما بيحصل على هاي بس في اتجاه تاني. فهذه الظاهرة اللي في ال left half half part of the unit circle بيعمل عندي حاجة زي ما حكيت بتسمى ringing. الآن ال dominant closed loop pulse كل ما أنا بعدت يعني في ال continuous كل ما بعدت عن ال imaginary هدول بيبقى least significant، يعني مش مالهمش تأثير. ال dominant دائما الأقرب لل imaginary. هان طب الإماجري هذا يمثل ايش في الاس دومين؟ يمثل السيركل الموجودة تبعت اليونت سايت سيركل الموجود هان. فأنا كل ما قربت لهان هدول الدومينانت بول، كل ما قربت للزيرو هدول الليست سيجنيفيكانت بولز اللي عندي للسيستم. بس هذه بعض الشغلات اللي بنقولكم اياها بشكل عام، يعني ملخص لكيف انا بتطلع عليهم. الآن هذا في العالم تبعنا في عالم الكمبيوتر والباور الموجود عندي سهل جدا أجيب اللوكيشن تبع البول سواء في الماتلاب أو في أي برنامج تاني. فلهذا السبب يعني الكرايتيريا التانية بنستخدمها للديزاين أكثر منها لمعرفة السيستم إز ستيبل أو أنستيبل اللي عندي.
يعني نستخدمها في الديزاين، نجيب الكي الجين الموجود عندنا للسيستم. هيك بنبقى ان شاء الله انهينا من الفكر الموجود عندي للاستابيليتي. الاستابيليتي حنغطيها بعد هيك خلال 3 شغلات. اول حاجه بنسميها الكرايتيريا، حنغطي فيها الاستابيليتي باستخدام روت لوكس، بعدين باستخدام النايكوست، وباستخدام البودي بلات. هذول ال3 طرق اللي بضلوا عندنا لكيف نغطي موضوع الاستابيليتي. ويعطيكم العافيه هيك، وان شاء الله بنكمل معكم الاسبوع الجاي في هذا الموضوع.